السلام عليكم. هلا بك. مساك الله بالخير. شلونك؟ كيف الحال؟ مساك طيب. طيب. جيب عصاي، جيب عصاي. جيب عصاي. واحدة بوحدة. والبعض يلا. واحدة بوحدة. عطنا. بلا أدخل والله. عطنا ونعطيك. قسما بالله بضع جوازات على غيرك. أقوم من حاجة. سلم سلم حالك، أنت محاصر. امشي 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 امشي. سم يا أمير. بس ما تخبطني. ما محبطك والله. بلا أدخل والله. يلا. الله يشفيك. الله يعافيك. يومي على حاصرش مين طاقك مين طاقك فطيح تنكبني. الله يستر عليكم. من حاشين من الجوازات. مرحبا. حبوبي جننوني ما عندي بهم. حمد صاحي انت؟ ليه انا ما لي دخل. قسم بالله صاحي. والله ما لي دخل انا. والله انت صاحي انت؟ الحمد لله. لا انت صدق صاحي ولا انت بصاحي؟ صاحي. يعني بتشارك مع بوبي؟ انا ما لي دخل فيهم. شلون بتشارك معهم؟ بتنام معهم. لحظة احسن. بتنام معهم وبتاكل معهم. بيزعجونك وانت نايم. وبيهبلون بك. وصياح وكركبه وضحك وهبال. وحوج عن النص ودخول بالنص. شوف ان شاء الله اذا دخلت ان شاء الله القريه إيه اذا دخلت انت بعد إيه وافق ما شاء الله ان شاء الله إيه. اذا انا دخلت القريه هم معي ان شاء الله اني بنصحهم نصيحه يعني بقول شباب اذا رقدت خلوني واذا عاد انا واعي انبسطوا. تمام تمام. تعجز هنا. يلا تبا. ها؟ وش؟ يلا نصح نصح. يا عيال قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. اذا دخلنا البرنامج ان شاء الله احنا الثلاثة والسامعين. احنا ثلاثة وانتم اثنين. يا منصح عاود شوف اذا دخلنا البرنامج اذا دخلنا البرنامج والله ما ينفع معهم يا حبيبي انت مسوي نفسك فات الوالد فاهم بس اوي عطني عشان تعرف ايش يضحك وايش ما اقدر يلا قمه يلا اذا رقدت اذا رقدت انا لا حد يزعجني ايش ترى انك ترقد عدل بكره فمك ترقد ولا تقعد أنا خلاص ما عاد بينصح ها ما عاد بينصح خلاص مرة نصاي ما عاد جبت لك أنا ما ينفع معهم انت صاحي انت ما ينفعون بوي تعبانين حتى مطوع ما ينفع معهم سوا ايش تبي كوي اكويك ها ما ينفع معهم شيء مرة ها؟ ما ينفع معهم شيء. ما ينفع معهم شيء. مرة. يعني خلاص. مرة. أنا دخلت البرنامج أبغى أسعي في استبعادهم الاثنين. تسعي استبعاد. إيه.